إذن هنخبز الفطاير في الفرن لحد ما تبقى لونها ذهبي والعجينة استوت زي ما عملنا بأول الحلقة. نطلعها نحط البيض ندخله نسويه على قد ما احنا حابين، لو احنا حابين نضيف البيض. قدمناها بشكل حلو ولذيذ. تعالوا نعمل دلوقتي طعمية يعني مش نقول طعمية كدابة، بس يعني لما نبقى وحشانة الطعمية وعايشين برا أو ما عندناش فول مدشوش أو فاكرين إنه الطعمية صعبة، احنا اللي عايزينه لقمة كده تتغمس شوية طحينة ونحس بطعم الطعمية الحلو. ايه أساسيات الطعمية؟ الفول طبعا، فهنستخدم فول مدمس، الكزبرة والبقدونس والبصل، هستخدم بصل أخضر وممكن كرات، طبعا الكرات بيبقى طعمه رائع، والكزبرة الناشفة والسمسم ورشة الكمون البسيطة لو حابين. وعشان نربطهم مع بعض لأنه أكيد الفول فيه سوائل، هنحط دقيق وبيض، فهنخلط فكرة العجة بفكرة الطعمية ويبقى عندنا الخليط ده. هنعمل الخليط ده مع بعض، بس تعالوا نحمره. نحطه هنا، خلينا نقرب دي مننا، نحطها قدامنا. هي اوريدي الزيت سخن، هنبص عليه بس نشوف حرارته. ومعايا معلقتين ومعايا حاجة أطلع فيها، مش هنعملهم كبار قوي عشان لما كبرتهم كانت معجنة شوية من جوه، فهعملهم حجمهم مش كبير. بس تعالوا نعمل تيست الأول، ناخد كده بالمعلقة نشوف درجة حرارة الزيت. حلو، انا مش عايزاه يبقى مولع قوي عشان ما تتحمرش من بره وتفضل طريه قوي من جوه. ناخد تاني اهو، الحراره دي هتسويه من جوه الاول وبعدين ياخد التحميره الحلوه من بره. فدول يعني ممكن نقول طعميه بايتس، فلافل بايتس اللي انتوا عايزينه. وبعدين اغلب الوقت بيبقى عندنا الفول المدمس في البيت، او حتى سهل نجيبه من كلم السوبر ماركت اللي جنبنا علبه فول مدمس، والورقيات او الخضار دي موجوده تقريبا دايما، البهارات دي عندنا، فجربوها هتعجبكم. بس الزيت ما يبقاش بارد او خفيف، يعني مش ساقع سوري مش سخن كفايه، يعني ولا مولع ولا بارد ان العجه دي تفك في الزيت. نعمل كميه عشان نطلع في الطبق اللي جنبنا ونعمل جنبهم شويه طحينه، كده كده هنحتاج الطحينه علشان الفول السعودي اللي هنعمله. مش هنكتر، تعالوا نبص عليهم، شايفين هي بايتس كده مقرمشه زي العجه، بس طعمها اؤكد لكم يعني بالذات بوجود، هقول لكم التريك اللي في الاخر اللي هي قربتها اخر حاجه، الكزبره الناشفه اهي الصحيحه والسمسم، وانا حطيت كمان شويه كزبره مطحونه عشان تختلط بالطعم ورشه كمون. طيب هناخد هنا اذا على محضرة الطعام، تعالوا ناخد كمية من الفول، نقرب دي هنا وناخد كمية من الفول ونحاول نتجنب السوائل الكتير، لأنه إحنا كده كده عايزين نضيف الدقيق عشان يقلل إنها تبقى طرية عشان تبقى متماسكة شوية. فخلونا نعمل مثلا دول علبتين فول مثلا، شوية كمان ويبقوا تقريبا علبتين فول. هنحطها لمحضرة الطعام، هنحط لها الآتي، هاتوا ناخد كزبرة اهي زي ما هي، عايزين نفضل عنا على بيتقلوا. هتلاقوني بحط العيدان لان العيدان فيها طعم يا جماعة، بالذات في الكاري وبالطعمية وبالحاجات دي، عيدان الكزبرة كمان اكتر من البقدونس بتدي طعم خطير. اهو البقدونس، هنحط بصل اخضر بس هفرمه شوية لانه ساعات ما بيدوبش قوي بالمحضرة الطعام. صغر دول الحته البيضه دي، ممكن نحط كمان توم، فص توم انا ما كنتش حاطه في انا عاملاهم هنا، بس ممكن نضيف توم برده طعمه حلو. وهنحط شويه كزبره خضراء سوري ناشفه، هنحط انا الكزبره الناشفه الصحيحه بالاخر عشان ما تتضربش هنا هي والسمسم، شويه كمون عشان انتفاخ وكده وبقوليات، ده مدمس جاهز بس احط شويه ملح مش كتير، وهنحط بيضتين ودقيق، هبتدي بمعلقتين دقيق، هيحتاج اكتر من معلقتين بس انا هبتدي بمعلقتين دقيق كبار، نضربهم ونشوف القوام اللي احنا محتاجينه.
تعالوا نبص مع بعض، عايزين نقرب قوامهم للي كنا دلوقتي حالا شغالين بيها. بصوا لا قوامها لسه طري شويه، هزود كمان معلقه دقيق بالتدريج، او معلقتين خلاص. اي ثينك احنا كده هيبقى تمام. اللي بيحب خضره اكتر يزود خضره اكتر، اللي بيحب كزبره اكتر براحتكم. واعتقد وصلنا لنفس القوام، تعالوا نبص عليه هنا. طبعا انا حطيته في الثلاجه شويه، نفس القوام تقريبا، ده هو ده شايفين بالظبط. يعني لو حطيت ده هنا يختلط معاه بالملي، حطوه شويه في الثلاجه للخليط علشان لما تيجي تقلوه يبقى متماسك. اذا احنا اهو هنا بنحمرهم وهنقدمهم جنبهم شويه طحينه. بصوا بصوا حلوين ازاي مقرمشين. انا الوقت اللي باخدهم قاعده اطول شويه من اني احطهم بزيت سخن قوي فياخدوا لون حلو قوي ويقرمشوا قوي. فتحناهم من جوه لانهم لسه تراي، بما انه في بيض احنا مش عايزين نجازف وناكل بيض ني، فنتاكد انه حمرناهم كويس. طيب عندنا هنا، تعالوا نعمل الطحينه. معانا قد ايه وقت كنترول؟ طيب تعالوا ناخد الطحينه نحطها جنبنا. الطحينه البسيطه جدا جدا عباره عن طحينه، خل او ليمون او الاثنين زي ما بتحبوا، شويه ليمون ممكن شويه خل، هنحط ميه، ملح، رشه كمون، اين الكمون، وممكن رشه شطه حسب ما بتحبوا، نحط شويه ملح، وبالاخر طبعا ندوقها ونظبطها ونظبط الميه كمان بالهاند بلندر. دي اكيد هتحتاج ميه كمان، فانا هجيب، خليكم معايا خليها كده ثانيه واحده افكها كده، ونجيب الميه نزود ميه تاني. مجرد انها تختلط هتحتاج ميه تاني. عنا على اللي بتحمره خلاص قربوا يستووا. انا بعمل كميه كبيره من الطحينه لاني هستخدم الطحينه كمان بالفول الحجازي. ممكن نحط لها على فكره شويه ثوم هتديها طعم حلو قوي. هاخد معلقه ثوم مهروس طعمها بيبقى حلو. شايفين؟ ممكن يبقى قوامها اخف، ممكن يبقى قوامها اتقل، نزود سنه صغيره، سنه واحده عشان احنا هنعملها ديبنج غموس جنبنا، فخليها شويه اخف. وخلاص تعالوا نطلع مع بعض هنا. لونهم بيرفكت بيرفكت بيرفكت، لونهم رائع. بص بايتس لذيذه مقرمشه مستويه من جوه، فيها نكهات الطعميه. على فكره انا نسيت اضيف لكم هنا بالاخر صحيح السمسم والكزبره الناشفه. بص على الخليط ده، فلنفترض انه ده هو الخليط اللي لسه مطلعينه من محضره الطعام، هتاخدوه وتضيفوا عليه السمسم والكزبره الناشفه وتقلبوا وما تفرموش يعني الخليط ده بعد الاضافه دي خلاص. طيب هحط شويه هنا يتحمروا واقول لكم نطلع فاصل نروق علشان نرجع نعمل صنف مختلف تاني من الفول، وخليه فليكن الفول الحجازي المبخر. هنخلط وصفتين سعوديين في وصفه واحده وانا بحمر، هقول لكم استنونا بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل كنت بحمر زياده من الطعميه اللي من الفول المدمس، سامعين القرمشه تجنن، ناقصها بس غموس. كنا بنعمل الطحينه
هناخد شويه من الطحينه نحطها في الطبق اللي جنبها. وممكن نحط لها كمان شويه بصل اخضر على وش الطحينه، شويه هريسه، شطه اللي نحبه. عينا ننظف برضو الطبق، توسخ شويه. تقديم مهم، حتى لو كانت اكله بسيطه وشعبيه وكده تتقدم برضو بشكل لذيذ وبرضو تقليدي، مش لازم تبقى يعني مقفورين باللي هو طماطم متقطعه ورده وكده، ما بحبش الحاجات دي انتوا عارفين. نحط شويه هريسه ديها طعم حلو الطحينه. تعالوا نحط على طعم حلو قوي، نحط شويه بصل اخضر، نحط عندنا فلفل حراق هنا، عندنا فجل هاتوا نقطع كده ونحطه هنا. وقدمنا طبق، او لا نحطه بالعكس كده. بصوا الحلاوه، طبقنا الثاني جنب الفطاير بقى جاهز.